رحل الشهيد ولا يزال روحا ترفرف تحرس الوطن، ما زادنا موت الشهيد سوى عزم فلا دمعا ولا حزنا. في ذكرى استشهاد 4 من قيادات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية 7، أقام التوجيه المعنوي لقوات حفظ السلام بالتعاون مع شعبة التوجيه في المنطقة 7 إحياء ذكرى 4 من الشهداء القادة الذين ارتقوا شهداء في جبهات الشرف والبطولة. هؤلاء الشهداء العظماء كان لهم دور بارز في معارك تحرير الوطن من براثن الميليشيا الحوثية. حضرنا اليوم فعالية الشهيد العميد الطيار بكيل ظفار والأخوة قائد لواء حفظ السلام السابق والأخ توجيه المعنوي مريد وجميع رفاقهم، ولنا الفخر والشرف أن نحضر هذا التأبين. هؤلاء الرجال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعا عن بلدهم وعقيدتهم. الشهداء الأربعة الذين تمر سنة على ذكرى رحيلهم استشهدوا في جبهة نهم، وقد كانوا مشاعيل مضيئة في زمن العتمة، وقد كانوا أيضا درة على تاج الزمن، تحدوا الجرح وحملوا أرواحهم على أكفهم كي يستعيدوا جمهورية مخطوفة ودولة منهوبة وحرية مسلوبة، حتى لقوا الله شهداء في جبهات الكرامة ليقدموا درسا مفاده أن قادة الجيش الوطني في الصفوف الأمامية. هذه الذكرى لها ميزتها الخاصة لأنها تعطي لنا نموذجا جديد يظن الناس أنهم في مؤخرة الصفوف، نموذج قادة الوحدات العسكرية ونموذج أصحاب الكلمة والتوجيه المعنوي. نقول أولئك المرغوب بأن قادتنا هم الشهداء، قادتنا في المقدمة، قادتنا لا يتبعون بالأفراد من أجل أن يموتوا ليعيشهم، لا، بل هم أحب إليهم الشهادة من أفرادهم ومن أبنائهم. وفي ذكرى الشهداء ملاحم بطولية وقصص أسطورية يستلهم منها الشعب دروس البطولة والتضحية والفداء، ومن خلالها أيضا يستقي مفردات الانتصار للجمهورية وتحرير الوطن وسعادة الدولة. عدنان غيلان، سهيل، مأرب.